والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. معكم أخوكم الأستاذ تركي الطلحي من المملكة العربية السعودية. حبينا الصيف هذا إن شاء الله إن احنا نزور ماليزيا، وكان لنا لقاء مع شركة دليل المسافر، وهذه الشركة هي اللي عرفتنا على دليل على شركة المحيط في ماليزيا. وصلنا المطار ولله الحمد، وكان في استقبالنا شركة المحيط، وللأمانة صراحة تعاملهم ومواعيدهم فيها الانضباطية الكاملة تماما والعالية جدا. وصلنا المطار وأخذنا سكننا في أحد الفنادق في سلانغور، وكان الفندق مرة ممتاز ما شاء الله تبارك الله. بعدين انتقلنا عن طريق هذه الشركة لسائقينات، وأخذنا جولات داخل مدينة كوالالمبور، وأخذنا جولات داخل مدينة بيلينغ، وأخذنا جولات داخل جزيرة لانكاوي عن طريق هذه الشركة. وللأمانة يعني ليس الحق والصادق صراحة أن شركة متميزة بكل ما تعنيه الكلمة، لا من حيث الانتظام، لا من حيث المواعيد والالتزام، لا من حيث السائقين، حيث أن السائقين جميعهم ما شاء الله تبارك الله لطفاء ومسرورين وفاهمين الوضع كامل، ويعني يوصلونك إلى المنتزه أو إلى المنطقة السياحية بأريحية. أيضا ينتظرون ما شاء الله تبارك الله، ينتظرون فترات معينة بدون ملل ولا كلل نهائي من هذا القبيل. وحتى لو زادت اليوم مثلا زاد عليهم ساعة ونص كذا، لم ألاحظ منهم أي تدمر في هذا الموضوع صراحة. بعد كذا اليوم هو سكنني في فندق أسكوت، وهذا آخر يوم لي في ماليزيا. كان ودي يكون الإجازة تكون أطول من كذا بكثير، ولكن قدر الله ما شاء فعل والحمد لله. غدا إن شاء الله عائدون إلى أرض الوطن إن شاء الله بمشيئة الله تعالى، وأيضا من هذه الشركة المباركة. أتمنى لهم التوفيق والسداد، وأنصح الجميع بدون استثناء بالتعامل مع هذه الشركة، حيث أن شركة ذات التزام وذات انضباطية، لا من حيث المكتب نفسه ولا من حيث السائقين. هذا والله أعلم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في البداية كانت النية السفر إلى ماليزيا في قضاء إجازة عائلية سنوية، وتعرفنا على شركة المحيط عن طريق شركة أخرى في السعودية من دليل المسافر، شركة دليل المسافر التي عرفتنا على هذه الشركة. أول ما نزلنا في المطار كوالالمبور كانت الشركة باستقبالنا في دقة المواعيد ودقة الانضباط والانضباط الكامل والشامل. هذه الشركة صراحة شركة منضبطة في المواعيد بدقيقة، أيضا السائقين ملتزمين ولطفاء جدا هؤلاء السائقين. نزلنا على مطار كوالالمبور واتجهنا مباشرة إلى سيلانغور، ومن ثم إلى جزيرة بيلينغ، ومن ثم إلى جزيرة لانكاوي. هذه الجزيرة التي كان في استقبالنا أيضا شركة المحيط مستقبلينا، بحيث أنهم يستقبلونا وسائقينهم، كانوا في استقبالنا في أدق التفاصيل، وكانوا معنا في أدق التفاصيل في الجولات السياحية كاملة. الخلاصة أن هذه الشركة ملتزمة سواء بالمكتب أو بالسائقين أو بالجولات السياحية، جدول الجولات السياحية كاملة. رجعنا اليوم إلى هذا الفندق اللي أقضي فيه آخر ليلة في ماليزيا، هو فندق أسكوت. وإن شاء الله غدا بمشيئة الله تعالى سوف نتوجه عن طريق هذه الشركة إلى مطار كوالالمبور الذهاب ومغادرة ماليزيا والتوجه إلى أرض الوطن. للأمانة كلمة تقال حق في هذه الشركة، إنها شركة ذات امتياز معين، وأيضا شركة منضبطة في المواعيد، أيضا السائقين لطفاء، والسائقين في قمة التعامل الراقي منهم. نسأل الله لنا ولهم التوفيق والسداد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد.